الاكسترا براميدال سيستم بيطلع من موتور اريا 6 وال4 اس. يبقى الموتور اريا 6 بتطلع الاكسترا براميدال تراك بتطلع من الموتور اريا 6 وال4 اس، حيث الاس معناها سبريسور ستريب. اسمها ايه؟ سبريسور ستريب. يبقى الفايبر بتطلع منين؟ من موتور اريا 6 وموتور اريا 4 اس. طب البيراميدال كان طالع منين؟ 40% السوماتيك سنسور، 30% موتور اريا فور اند سبليمنتري موتور اريا، 30% من الموتور اريا 6 وال4 اس. يبقى ده الفرق بين الاثنين، او الفرق يعني. طيب الفايبر هتنزل وبرده هتعمل زي الثاني، يبقى هتعمل حاجه اسمها ايه؟ كورونا راديال، زي ما دي عملت الكورونا راديال. ادي الفرق الثاني شبه بعض كده، مش فرق. نيجي بعد كده على مين؟ على الانترنال كبسول، مش ده اللي بعدها على طول؟ احنا قلنا دي بتعدي فين؟ ما تقول في الجينيو والانتير تو سيرت اوف ذا بوستير ليفت اوف ذا انترنال كبسول. ادي الجينيو اهو، وادي البوستير، قصدي الانتير تو سيرت اوف ذا بوستير ليفت اوف ذا انترنال كبسول. خلي بالك بقى فرق اهو. الفايبرز دي اللي هي الزرقاء بتعدي في الجينيو بس، في الجينيو اونلي. هعمل الحمراء اللي هي البيراميدال. البيراميدال بقى كانت بتطلع اهي كلها، تنزل في الجينيو والانتيرو تو سيرت اوف ذا بوستيرو ليمب اوف ذا انترنال كابسول. يبقى ايه الفرق بين البيراميدال والاكسترا براميدال لغايه دلوقتي؟ اللي طالع من السوماتيك سيستم اريا والموتور اريا 4 وال4 والسبلمنتري موتور اريا والموتور اريا 6 وال4 اس. طب دي طالعه منين؟ من الموتور اريا 6 وال4 اس. كورونا رادياتها زي بعض. نوصل لمين؟ انترنال كبسول. دي بتطلع منين؟ ما تصحصحوا بقى يا ابني، سيبك من الكتاب. دي بتطلع منين؟ من الجينيو والانتيرو تو سيل دكتور ستير ليمب اوف ذا انترنال كبسول. دي بتطلع منين؟ بص بقى، يعني في الجينيو حصل ميكسنج يا احمد، يا ده عشان يا زفت ميكسنج للبيراميدال والاكسترا بيراميدال. كلمه ميكس لها كلمه في السولوجيه اسمها انتر ماينجلد ويز. انتر ماينجلد ويز يبقى اسمها انتر ماينجلد ويز. كلمه انتر ماينجلد ويز تساوي كلمه ميكس. هي بس يعني واحد بيقول كلمه يعني غريبه شويه تعرفها شويه. ما يبقاش في الطب. يبقى ذا اكسترا براميدال فايبر انتر ماينجلد ويز ذا براميدال فايبر في الجينيو اوف ذا انترنال كبسول. واضحه؟ طيب نخش بعدها. يبقى الباقي مين؟ البيزل الميد برين. اسمها ايه؟ البرين ستيم. البرين ايه؟ مش احنا لما وصلنا للتيرا كبسول وصلنا للبرين ستيم؟ طيب ايه بقى اللي حصل في البرين ستيم؟ ركز بس معايا، سيبكم من الكلام ده اهو. الفايبر لما طلعت من هنا راحت على مين؟ ناس على الكورونا راديات. على الكورونا ايه؟ راديات. طب من الكورونا راديات راحت على مين؟ الجينيو. على الجينيو اوف ذا انترنال كبسول. يبقى ده مين؟ الجينيو. يبقى دي جينيو اوف انترنال كبسول. معايا؟ يبقى ده ايه؟ كورونا راديات، وده مين؟ جينيو، وده الاوريجن. طب بعد ما راحت على الجينيو راحت على فين؟
في البرينستون. حلو؟ فين؟ ومن هنا يبدأ الحفظ. ليه؟ هنقول أسماء. والأسماء لازم تتحفظ. هيروح على مين؟ خلي بالك. هيروح على مين؟ هيروح على حاجة أهي. بص أهي. اسمها كوربس استرايطم. اسمها ايه؟ كوربس استرايطم. كوربس استرايطم. ومن الكوربس استرايطم هنروح لحاجه ثانيه اسمها جروبس باليدس. اسمها ايه؟ جروبس باليدس. من الاول كده هي طالعه منين؟ اكس اكس وفور اس. راحت على مين؟ كورونا راديال. راحت على مين؟ عشير. راحت على مين؟ كوربس استرايطا. ومن الكوربس استرايطا جروبس باليدس. جروبس باليدس. اسماء بقى كل الحاجات دي موجودة في البيز في البرين ستيم. الجلوبس باليدس والكوربس استرايتم هناخدوهم في الترم الثاني ان شاء الله مع حاجة اسمها بيزل جانجليا. بيزل جانجليا. بيزل جانجليا درس مهم. بيزل جانجليا. يبقى الاثنين دول اسمهم ايه؟ بيزل جانجليا. كويس. اما اصبح الصبح لو انا رب الاسرة رب البيت يعني العيال هات مصروف يا بابا خد يا بنت الواد خد يا بابا خد يا ابن الست خد يا ست العم خد يا يعني ايه بتوزع زي البوسطة يبقى فيها جوابات وبعدين نروح نوديه لاحمد والعلي وزد احمد وفلان 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 يبقى البوسطة دي اسمها ايه مركز توزيع. مركز ايه؟ توزيع. الجلوبس باليدس بيبقى مركز توزيع. يبقى اسمه بالانجليزي ديسشارج سنتر. اسمه ايه بقى؟ ديسشارج سنتر. يبقى ذا جلوبس باليدس اكت از ديسشارج سنتر. يعني معناها ايه؟ هيبدا يوزع الامبلس اللي جايه من فوق اللي هي من اهو الى حاجات ثانيه. فاهمين لغايه دلوقتي؟ ايه الحاجات التانية اللي هتتحفظ برضو؟ هي اسماء. نمرة واحد حاجة اسمها سالاماس. اسمع عنها طبعا. اسمها ايه؟ سالاماس. حلو؟ ويروح على حاجة مش اسمها هايبو سالاماس اسمها ساب سالاماس. اسمها ايه؟ ساب. ده غير الهايبو سالاماس. طيب يبقى هنا في حاجة تانية اسمها ايه؟ ساب سالاماس. ادي تاني حاجة. وهيروح على حاجة اسمها سب استانشيا مليني يا مليني سب استانشيا نيجرا. اسمها ايه؟ سب استانشيا نيجرا. سب استانشيا نيجرا. اسمها ايه؟ سب استانشيا نيجرا. مش سب استانشيا جيلاتينوزا اوف رولاند. ده بتاع ايه ده يا اسامة؟ خدناه بتاع جحش. استنى خلي وشه يحمر شويه قول. ما شاء الله. هتقول يا جحش. هتقول يا حمار. طب استنشا وخدناها مره طب كانت مع الميزز رينيوبلز. مع اللتر. ايوه البين والتمبريتشر والسكشوال ديزاين. وخدناها في تراجيم انا ماشي يا جماعه خدت استنى استنى وبعدين فايبرز هتروح الى فايبرز هتروح الى حاجة اسمها ريد نيوكلياس. اسمها ايه؟ ريد نيوكلياس. وفايبر تانية هتروح لحاجة اسمها الريتيكيولار فورميشن. طبعا عارفينها دي؟ طبعا. في كم نوع من
ما انا عارف كان نوع من بنطين ومضلل. البنطين كان في الفاسيليتاتور اللي انهبيتوري في الفاسيليتاتور والتاني. ايه الفرق ما بينهم؟ الفاسيليتاتوري سبونتينوس انما الانهبيتوري كان له ايه بس من السيريبرا كورتكس. طيب وهيروح على حاجه شاطر يلا وهيروح على حاجه اسمها فيستيبولار نيوكليس. حاجه اسمها ايه؟ فيستيبولار نيوكليس. وهيروح على حاجه اسمها تيكتم اوف ميد برين. حاجه اسمها ايه؟ تيكتم اوف ذا ميد برين. صح كده؟ وحاجه ثانيه هتروح الى حاجه اسمها انفيريور اوليفري نيوكليس. انفيريور اوليفري نيوكليس. انفيريور اوليفري نيوكليس. بس يبقى تاني بقى الجلوبس بلدس بيروحني فين؟ ها؟ سالامس سابي سانشيا جيلاتينوزا وفرولان. تاني سالامس سابي سانشيا نيجرا. سابي سانشيا ايه؟ نيجرا. تاني بقى ريد نيوكليس ريتيكولار فورميشن. ريد نيوكليس ريتيكولار فورميشن. فيستيبولار نيوكليس فيستيبولار نيوكليس. تيك تم اوف ذا ميد برين. واخر حاجه اسمها انفيرور اوليفر نيوكليس. التيك تم اوف ذا ميد برين حاجتين. حاجه اسمها سوبيريور كوليكولاس وحاجه اسمها ها عكسها انفيرور كوليكولاس. انفيرور كوليكولاس وحاجه اسمها سوبيريور كوليكولاس. مركزين معايا؟ طيب خلي بالك الفايبر دي نيوكليس. طبعا دي نيوكليس هيطلع منها ايه؟ فايبر. الفايبر دي تنزل لتحت وديت هينزل منها فايبر تنزل لتحت ودي هيطلع منها فايبر تنزل لتحت ودي هينزل منها فايبر تنزل لتحت ودي هيطلع 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 منها فايبر تنزل لتحت ودي هتنزل منها فايبر تنزل لتحت. تحت فين؟ على الانتيريور هورن سيل اوف اول سباينال كورد. من اول السيرفايكال لغايه الكوكسجيه. يبقى الفايبرز ده ايه؟ بتغذي السباينال كورد اهو من فوق لتحت من السيرفايكال للكوكسجيه كلها بتغذيها كلها. بس خلي بالك هاخد انا بقى انتيرو ادي بوستيرو وادي بوستيرو وادي انتيرو وادي انتيرو. بص ده هو كله انتيرو هورن سيل. مزاجي بقى اعمله كده. يبقى ده كله مين؟ انتيرو هورن سيل. فاهمين؟ يبقى توضيح بس. يبقى كل ده انتيرو هورن سيل بس طبعا كله صغير يعني بينزل كله فوق بعض. تمام؟ يبقى الفايبر دي هتنزل كده اهي هتروح كده اهي ودي هتروح كده ودي هتروح كده اهو لما ده كله يروح على الانتيريور هورن سيل. هروح على انتيرو ايه؟ هورن سيل. خلي بالك حلقات الانتيرو هورن سيل اتنين نيورون اللي هو تو سنتر الفا موتور سنتر وجاما موتور سنتر. الفا موتور سنتر وجاما موتور سنتر. يبقى هنا في الفا صح؟ وفي ايه؟ جاما. دول كلهم يغذوا لي الالفا والايه؟ والجاما. يبقى معمل النقط دي كلها يبقى مين؟ الفا. يبقى دي كلها مين؟ الفا. والنقط الحمراء دي كلها هيبقى مين؟ جاما. اهي يبقى الفايبر دي كلها بتغذي مين بقى؟ الالفا اند جاما. الالفا اند ايه؟ اند جاما. يبقى الفايبرز دي كلها تغذي الالفا اند جاما. تغذي الالفا اند ايه؟ جاما. بص لي بس الفايبر اللي هنا اللي هي بتاعت البيراميد تغذي الالفا اولي. تغذي مين؟ الالفا اولي. مش دي اسمها بيراميد؟ بصوا لي اسمها بيراميدال يعني عامله زي الهرم صح؟ بص لي يا بص لي هنزل منها حته كده وانزل منها حته كده تبقى الفا ولا جاما؟ الفا. يبقى البيراميدال تغذي الالفا اول. تغذي مين؟ الالفا اول. انما الاكسترا بيراميدال تغذي الالفا عند جاما. بص ايه يا قال مش فاهم ايه؟ مش دي بيراميد يلا يا جحش. اهي بيراميد. اللي هي البيراميد يعني. البيراميد تغذي الالفا ولا الجاما؟ الالفا. فاهم؟
البيراميد اللي بتغذي الالفا ولا الجاما؟ فانا بحفظها لك، بقول لك انزل بدي كده وانزل بدي كده، يبقى عامله حرف الايه؟ الايه؟ مش كده بقى حرف الايه؟ يبقى اسمها الفا. يبقى البيراميد بتغذي مين؟ الالفا. انما الاكسترا بيراميد اللي يغذي الالفا والجاما. بص بص، هي البيراميد بتغذي اثنين، وال يا عم اصبر عليا، والاكسترا بيراميد بتغذي اثنين. ماشي، البيراميد بتغذي اثنين، امسك كل الحاجات دي، والاكسترا بيراميدال بتغذي اثنين. بص كده، الاكسترا بيراميدال اللي هي دي، مش دي الاكسترا بيراميدال، بتغذي اثنين اللي هم مين؟ الالفا والجاما. بص بص يا المفروض البيراميدال بتغذي هي كمان اثنين، احنا قلنا هنا مين؟ الالفا والكرينيال نيرف نيوكليار. تمام، يعني معنى هذا، اسمع، ذير از نو، ذير از نو، قول ذير از نو، ذير از نو اكسترا بيراميدال للكرينيال. ده مهم، there is no extra pyramidal للكرينيال نيرف نيوكليار، انما في بيراميدال للكرينيال نيرف. يبقى البيراميدال بتغذي مين؟ تغذي الالفا والكرينيال نيرف نيوكليار. انما هنا بص، مش ده كله في البريم ستيم؟ هل احنا قلنا في فايبر بتروح لثلاثه واربعه ومش عارف ايه وكده؟ لا مفيش. يبقى هنا بيغذي الالفا والجاما ومفيش كرينيال. مفيش ايه؟ كرينيال. يبقى هنا مفيش كرينيال. طب هنا عايزينها تغذي اثنين. طب البيراميدال بتعمل ايه؟ بتغذي الالفا. صح؟ الفا بس. مش كده؟ ومعاها الكرينيال. يبقى دي بتغذي اثنين الالفا والجاما، ودي بتغذي اثنين الالفا ومين؟ والكرينيال. يبقى هنا مفيش كرينيال. عشان لو هنا في كرينيال هيبقوا ثلاثة. وهنا يبقى واحد. احنا بنقول ده اثنين وده اثنين. يبقى ده الالفا والجاما وده الالفا والكرينيال. هنا مفيش كرينيال. طيب معلومة كمان، هل كل الكرينيال نيرفز ال 12 بيوصل لهم كورتيكو بلبر؟ هل الكرينيال نيرفز ال 12 بيوصل لهم كورتيكو بلبر؟ ردوا لا لا، كلهم ما عدا ثلاثة، كلهم ما عدا ثلاثة. اما يكون الواحد متبهدل في المواصلات نفسه في حته عربيه صغيره، ايه اقل عربيه يتمناها؟ ال 128. صح؟ هم ال 128 دول اللي ما فيهمش كرينيال نيرف سبلاي بالبيراميدال. يعني البيراميدال ما بتغذيش واحد ولا اثنين ولا ثمانيه، ما عدا الثلاثه دول البيراميدال تغذي جميع الاعصاب ما عدا واحد واثنين وثمانيه. تغذي جميع الاعصاب ما عدا واحد واثنين وثمانية، يعني مفيش كورتيكو بلبر لواحد، مفيش كورتيكو بلبر لاثنين، مفيش كورتيكو بلبر لثمانية، انما الباقي كله رايح له كورتيكو بلبر. امسكوه يقول لك او كرينيال نيرفز ار سبلايد باي كورتيكو بلبر اكسبت 128، العربية اللي انت نفسك فيها دلوقتي يعني، بعد كده ربنا هيكرمك في بي ام دبليو ان شاء الله. خلاص؟ يبقى All cranial nerves are supplied by cortico bulbar except 128. ماشي؟ طب بصوا بقى، اللي عايز يمشي لازم اخلص، لازم اخلص. ايه الفرق بين ده وده؟ خلي بالك، الفايبر اللي طالع من هنا مشيت على طول الانتيرو هورن سيل؟ لا طبعا، ده راح اتراكت واتراكت اتراكت اتراكت واتراكت اتراكت واتراكت اتراكت واتراكت اتراكت. يبقى دايركت ولا اندايركت؟ دايركت. انما بص دي طلعت من الكورتكس على طول الى الانتيرو هورن سيل، يبقى دايركت. يبقى دي بتعمل دايركت اكتيفيشن، انما دي بتعمل ايه؟ اندايركت اكتيفيشن. طب من اول السيريبرال كورتكس اللي تحت كم نيورون؟ واحد. من اول هنا اهو امشي كده اهو 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 لغايه الانتيرو هورن سيل واحد. طب هنا في كم واحد؟ اهو مالتيبل. يبقى دي اسمها مالتي نيورونال، مالتي نيورونال، يعني في كذا عصب عبال ما نوصل للانتيرو هورن سيل. انما هنا عصب واحد يقولوا عليها مونو نيورونال. بس ادم حمد، بس اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ ادم بس يا اسلام. يبقى مونو نيورونال، ودي اسمها مالتي نيورون. دي تعمل اندايركت اكتيفيشن، ودي تعمل دايركت اكتيفيشن. دي 80% تعمل كروسنج، دي تعمل 50% اللي يعمل كروسنج. ايه اللي ليه؟
مين؟ دي 90% ماشي خلاص؟ دي تعمل 90% كروسنج ودي هتعمل 50% كروسنج. دي تعمل تغذي مين؟ الالفا بس. دي تغذي مين؟ الالفا معاها الكرين. دي تغذي مين؟ الالفا والجاما. طيب يعني كان الانتيرو هورن سيل رايح له الفا وجاما صح؟ مرايح متغذي بالبيراميدال والايه؟ والاكسترا بيراميدال. لو فصلنا البيراميدال عن الاكسترا بيراميدال ده لو هلاقي ان البيراميدال تزود المصل تون. تزود ايه؟ المصل تون يعني الاستريتش ريفليكس. يعني تزود الباور اوف مصل كونتراكشن. خلاص؟ بص بص لو انا عايز اعمل علامه انكريز مش بعملها كده؟ ما ترد يالا. يبقى هعملها كده. يبقى البيراميدال تعمل ايه؟ انكريز للمصل تون. يبقى البيراميدال انكريز المصل تون وتعمل استيموليشن للالفا. طب ديت تعمل استيموليشن للالفا والجاما وتقلل المصل تون. ماشي. طيب. ايه؟ البيراميدال هناخد الكلام ده بكره تاني. البيراميدال تزود المصل تون. المصل البيراميدال تزود المصل تون. الاكسترا بيراميدال تقلل المصل تون. البيراميدال تغذي الالفا بس ومعاها الكرينيا. الاكسترا بيراميدال تغذي الالفا والجاما. طيب الفرق اللي بعديه. البيراميدال دي ما تشتغلش الا بعد سنه. يعني انا مولود النهارده ما تشتغلش الا بعد سنه من العمر. انما الاكسترا بيراميدال اول ما يتزلت تشتغل. يبقى من اول الولاده. يعني ديورنج اند افتر ذا فيرست يير. اثناء وبعد. انما دي شغاله افتر ذا فيرست يير. يعني اول يير لا. علشان دي ما بيحصلهاش كومبليت مايلينيشن الا بعد افتر وان يير. ما بيحصلهاش اكتمال في النمو والمايلينيشن الا بعد افتر وان يير. طيب ايه فايده دي وايه فايده دي عشان تمشي خلاص؟ ايه فايده دي وفايده دي؟ فايده دي ثلاث حاجات وفايده دي ست حاجات. فايده دي ايه؟ انيشيشن اوف اللي هي البيراميدال. انيشيشن اوف فاين ديسكريت سكيل موفمنت. يعني ايه؟ فاين يعني ايه ديسكريت دقيقه؟ فاين فاين ديسكريت سكيل موفمنت. فاين ديسكريت سكيل موفمنت يعني ايه؟ خلي بالك ان المصل اللي بتعمل حركات دقيقه حركات دقيقه لازم تكون في البريفرال. لازم تكون ديستال. لازم يكون ايه؟ ديستال. اما يكون واحد بيلعب بيانو بيلعب برجليه ولا براسه ولا بايديه؟ بايديه. يبقى الحاجات الديستال تعمل الفاين موفمنت. انما الحاجات البروكسيمال اللي يقولوا عليها اكزيال. اكزيال يعني ايه؟ محور. يبقى هنا 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 الاكسس اهو. هنا الاكسس اهو. يبقى العضلات اللي هنا والعضلات اللي هنا اسمها اكزيال ماسل اللي هي اسمها البروكسيمال ماسل. يبقى اما اعمل ايدي كده يبقى دي اسمها ديستال. انما اللي جوه دي اسمها بروكسيمال. البروكسيمال تعمل جروس موفمنت. يعني ايه جروس؟ تخينه. يعني ايه تخينه؟ يعني خشنه. يعني ايه خشنه؟ مش ناعمه. شوفوا اما اعمل بايدي كده وصول لو انا عايز اميل من فوق لتحت بعملها بالبروكسيمال ماسل. يبقى حركه واحده بس تخينه يعني غشيمه يعني كبيره. انما شوف اهي بص اهو شوف انا عملت كم حركه مقابل حركه واحده. يبقى دي اسمها جروس موفمنت. انما بتاعت ده اسمها فاين ديسكريت موفمنت. تمام؟ دي تزود المصل تون دي تقلل المصل ايه؟ تون. الحاجه اللي عايز اقولها بس عشان بكره ان دي طبعا هتزود المصل تون دي بتقلل المصل تون. الحاجه الثالثه اسمها بص بص بكتبها ازاي يا هلا؟ فور ان نون كوز. فور ايه؟ ان نون كوز لسبب غير معروف. فور ان نون كوز ايه؟ البيراميدال تعمل فاسيليتيشن للسوبرفيشال ريفلكس. تعمل ايه؟ فاسيليتيشن للسوبرفيشال ريفلكس. فاكرين السوبرفيشال ريفلكس اللي هي البلانتر والكرماستيك والابدومين؟ البيراميدال بتعملها فاسيليتيشن. وكانت مكتوبه هناك بس انا ما قلتهاش. يعني اللي كان مذاكر يقول لك السوبرفيشال ريفلكس اول سطر تحتيها يقول لك نيد فاسيليتيشن فروم بيراميدال سيستم. والله العظيم مكتوب. بس انا ما قلتلكش ساعتها ان انت ما تعرفش يعني ايه بيراميدال سيستم. يبقى ايه السبب؟ الله اعلم. طب لو حصل ليجن بقى في البيراميدال السوبرفيشال ريفلكس تحصل ولا ما تحصلش؟ ايه السبب؟ النون كوز. النون ايه؟ كوز. طيب هنشرحها بكره. نيجي بقى لدي. ايه اسباب ايه بقى فايده دي؟ ايه اسبابها؟ اسبابها
بص او الفانكشن بتاعتها اوتوماتيك اوتونوميك اوديتري اوتوماتيك اوديتري اوتونوميك معلش خلي الدي بتاع الاوديتوري تي خلاص اوتونوميك اوتوماتيك اوديتري اوديتري يعني ايه سامع اوتوماتيك يعني ايه الواحد هو ماشي بيطوح ايديه كده صح ولا لا بيطوح بالانجليزي اسمها سوينجينج اسمها ايه سوينجينج يبقى دي اسمها ايه سوينجينج اوف ذا ارمز ديورينج ووكينج سوينجينج اوف ذا ارمز ديورينج ووكينج سوينجينج اوف ذا ارمز ديورينج ووكينج يبقى ديت اسمها اللي بيعملها الاكسترا جرام طول ما الواحد ماشي ليه بيطوح ايديه يبقى اسمها اوتوماتيك سوينجينج اوف ذا ارمز ديورينج ووكينج هذا واحد اثنين اوتونوميك كان في شابتر السنه اللي فاتت في الاوتونوميك اسمه كنترول اوف اوتونوميك نيرفس سيستم وانا مش عليه الاوتونوميك بيحصل له كنترول بالاكسترا برام ده يعني اي حاجه اوتونوميك تحصل لازم يجي لها امبلس من الايه من الاكسترا برام ثلاثه اوديتوري اند فيجوال ريفلكس لو واحد عربيه كار عربيه تريلا ماشيه جنبيه وانت ماشي على الطريق السريع كده وجات العربيه دي خلي بالك ماشيه بسرعه جامد وعامله لك انت بترجع عامل ازاي لوحدك كده كده يا بتعمل ايه بتحرك النك اواي فروم ذا ايفنتس خلاص كده طيب انا عندي طب التاني لو انا شفت واحد بيدبح واحد بعمل ازاي انت بتدبح صح ولا لا يبقى بحرك رقبتي الناحيه الثانيه بطريقتين خلاص عشان تمشوا يا اما بسبب السمع يا اما بسبب النظر يبقى بحرك وشي بالناحيه الثانيه يعني تيرنينج اوف ذا نيك اواي فروم ذا ايفنتس بطريقتين يا اما اسمع نويز بس يكون جامد نويز يكون جامد يبقى ريفلكس يعمل كده او واحد اشوف منظر ده بيتبعه او اعمل كده يا اما خبي عينيا يا اما اعمل ايه كده يبقى دي اسمها فيجوال واوديتوري مين اللي شغال بيهم السوبير كوليكولاس والانفير كوليكولاس ادي الودن وادي العين مين اللي تحت الودن مين اللي فوق العين يبقى مين اللي بيشغل العين السوبير كوليكولاس مين اللي بيشغل الودان الانفير كوليكولاس خلاص كده المهم ممكن بقى الواحد ما يحركش رقبته بعيد لا يحركها ناحيه الحاجه ازاي لو في قطه شافت الفار بتبعد راسها بعيد ولا هتاكله يبقى دي اسمها اجريسيف اجريسيف يعني عنفوانيه او عدوانيه القطه اول ما تشوف الفار تيجي عايزه تروح تاكله يبقى تبص له مش تبص بعيد في ناس بقى بتحب العنف والعدوان يحبوا يتفرجوا على واحد بيذبح واحد مثلا لما تشوف واحد بيذبح واحد من رقبته زي مش عارف ايه كده اهو يقوم الواحد الله ده بيذبحه ده انا عايز اروح اذبح الراجل عايز اكله فاهمين ولا لا يبقى اسمها اجريسيف يبقى اما النوع الاولاني اما بعدت بعيد يبقى اسمها بروتكتيف انا ببعد عشان انا خايف يبقى بروتكتيف النوع التاني اسمه ايه اجريسيف يبقى دي اسمها فيجوال اند فيجوال اند اوديتوري ريفلكس يبقى فيجوال واوديتوري اوتوماتيك واوتونوميك يبقى لي كام ثلاث حاجات اول حاجه فيهم ان اي مصل تون احنا اتكلمنا عن حاجه اسمها جاما ديسشارج بتاع الاستريتش ريفلكس يبقى بيساعد في الايركت بوتشر صح ولا لا يبقى منتين الايكوليبريم اند ايركت بوتشر خلاص ايه دي الفنكشن يعني ايه فنكشن يا ابو فنكشن طيب بص بقى في فايبر خلاص بص عشان فاضي دقيقه فايبر بتطلع من هنا منين من السيرفر كورتس خلي بالك زي الزرقاء اللي هناك بص لي بس بص اقفل الباب الفايبر دي تطلع خلي بالك تروح على الريد نيوكليس على طول او تروح على الريتيكولار فورميشن على طول يبقى مش بتمشي كل الباسوي ده يبقى اسمها ايه بقى دايركتلي اوريجينيتد يعني ايه دايركتلي اوريجينيتد يعني طالعه مباشره من البرين او من السيرفر كورتكس الى الريت نيوكليس والريتيكولار يبقى اسمها دايركتلي اوريجينيتد اكسترا بيراميدال تراك يبقى الاكسترا بيراميدال نوعين يا اما طالعه اندايركتلي في الباسوي الطبيعي يا اما تلف كده وما تعديش على هذا الباسوي
تروح على طول على مين؟ على الريت نيوكلس او تروح على الريتيكولار فورميشن. يبقى اسمها دايركت اوريجينيتد اكسترا بيراميدال تراك. ايه فايدتها؟ اي حاجه حمراء اسمها باللاتيني روبرو. روبرو يعني احمر. روبرو يعني احمر. يبقى معروف اسمي التراك دي يا جماعه اسمها ايه؟ مش دي بقى السباينال كورد؟ اسمها ايه بقى؟ روبرو سباينال. طب ديت الريتيكولو سباينال. طب ديت فيستيبولو سباينال. طب ديت تيكتو سباينال سواء كانت انفيرور او سبيرو. طب وديت انفيرور اوليفاري نيوكلس. يبقى اسمها ايه؟ ما سماهاش تبع الانفيرور ولا سماهاش على حسب النيوكلس. يبقى اسمها ايه؟ اوليفو سباينال. اوليفو سباينال. طب ديت سابستانشا نيجرا اسمها ايه؟ نيجرو سباينال. يبقى دي اسمها ايه؟ روبرو سباينال. ما تقول معايا ريتيكولو سباينال فيستيبولو سباينال تيكتو سباينال اوليفو سباينال نيجرو سباينال سب سلامو سباينال سلامو سباينال. ايه بقى المشكلة؟ ايه؟ اسمعهم بس. ايه المشكلة بقى؟ بص المشكلة او الحلاوة. الحلاوة بدي اهي ده ايه؟ شايفين دي ايه؟ شايفين دي ايه؟ ريد نيوكلس. اسمها ايه؟ روبرو سباينال. اسمها ايه؟ روبرو سباينال. اما يحصل لواحد بيراميدال تراكت ليجن يقوم العضلات المفروض مش هتتحرك صح ولا لا؟ اما واحد يحصل له بيراميدال تراكت ليجن يبقى الفاين موفمنت هتحصل ولا مش هتحصل؟ اما واحد يتوص دي يبقى الفاين موفمنت هتحصل ولا مش هتحصل؟ يقوم ربنا عمل لك بديل. بديل يعني ايه؟ الترنيتيف. الترنيتيف روت. روت يعني سورس او مصدر للفاين موفمنت. اما يحصل ليجن للبيراميد يا له انت وهو مش البيراميد هي اللي بتعمل الفاين. طب افصل افرض حصل ليجن هنا افقد بقى الفاين. لا ربنا عمل لك ايه؟ عمل لك الروبرو سباينال تراك. الروبرو سباينال تراك ويك الترنيتيف روت. ويك ويك يعني ايه؟ يعني في الاول كنت بشتغل كده اما تشتغل الروبرو مش هيعمل كده. لا هعمل كده يبقى ويك. انت يا ابني انت خلصت فاهمين يعني كده؟ يبقى اسمها ويك الترنيتيف باسوي. ويك ايه؟ اخر جمله الالفا لونها ايه؟ الالفا لونها ايه؟ اسود. فين الاسود؟ خلاها احمر اهي. يبقى الالفا لونها ايه؟ احمر. انا عايز اعرف ايه من التراكت دي اللي بتغذي الالفا وايه منها بيغذي الجاما. بس ايه اللي بيغذي الالفا وايه اللي بيغذي الجاما؟ فدي اسمها ايه؟ روبرو سباينال. اسمها ايه؟ روبرو سباينال. ودي اسمها ايه؟ فيستيبولو سباينال. ودي اسمها ايه؟ فيستيبولو سباينال. يبقى الروبرو سباينال والفيستيبولو سباينال يغذوا الالفا. يغذوا مين؟ الالفا. يبقى الروبرو سباينال والفيستيبولو سباينال دي ام سكيو يغذوا مين؟ يغذوا الالفا. يتبقى لي الجاما. يبقى الجاما هي اللي هتبقى زلقه بقى. الجاما هي اللي هتبقى ايه؟ زلقه. ادي الجاما. يبقى ايه الفايبرز اللي بتغذي الالفا؟ اهي الفيستيبولو سباينال والروبرو سباينال. يعني الروبرو سباينال لها وظيفتين لغايه دلوقتي. الروبرو سباينال ويك الترنيت باس واي اما يحصل بيراميدال ليجن وفي ذات الوقت بتغذي مين؟ الالفا. يبقى مين اللي بيغذي الالفا؟ روبرو سباينال وفيستيبولو سباينال. روبرو سباينال وفيستيبولو سباينال. اللي بيجي السؤال بقى ايه؟ كومبير بتوين بيراميدال اند اكسترا بيراميدال سيستم معمولين في جدول. بس مش هتعرف تعرف الجدول الا اذا عرفت الرسمتين دول وشرحهم. فاهمين ولا لا؟ يبقى اللي خدناه النهارده سؤال واحد. كومبير بتوين بيراميدال اند اكسترا بيراميدال سيستم. هات صفحه 73 مش هقول تاني 73 من اول الديسندنج موتور تراك شايفينها؟ ايوه. انت يا ابني سيبك من التصوير دلوقتي اما اخلص. قول تاني يا دكتور. يبقى هنقلب الصفحه خدناها صفحه 75 شايفينها؟ شايفين 75؟ في حاجة اسمها ميديال اند لاترال موتور سيستم. اشطب
خلاص مش هناخدها خالص. طيب هنقلب الصف معانا كلها. صفحه 77 معانا كلها. صفحه 78 معانا كلها. معايا ولا مش معايا؟ اه يبقى وصلنا لصفحه كام؟ 78. قراءه هتقرا فيها ايه؟ بص يا ابني العناوين السوداء بس. العناوين السوداء بس هتلاقيهم هم قدامك اهو. هتلاقيهم اللي قدامك ده يا ولد. هتلاقيهم قدامك اهو. يبقى مش مفيش داعي بقى ان انا اقرا الصفحه دي كلها اذا كنت عارف الشويه اللي انا قلته. مين اللي بيعمل السيميليشن للالفا؟ اقعد. مين اللي بيعمل السيميليشن للالفا؟ اي الاستيرنوس فاينر والروبروس فاينر. مين اللي بيعمل السيميليشن للجاما؟ الباقي. وتخلي بالك من الحته بتاع السوبر كوليكلس والانفير كوليكلس. انا هو شارح انا شرحتها لك. يعني انا مش عايز منك حاجه في الصفحه دي خالص. يبقى دش عليها بس بشرط تكون عارف اللي انا قلت عليه ده. يبقى احنا كده الصفحة 79 مش علينا. والميديال واللاترال موتور سيستم اللي هي صفحة كام؟ 75 مش علينا. والباقي علينا. خلاص؟ بعدنا بكرة ان شاء الله الساعة 12 بالظبط. 12 بالظبط علشان المحاضرة بتاع بكرة طويلة. كل حاجة طويلة. محاضرة بكرة الناس تيجي واقفة وشاربة ونايمة ومستعدية بكرة.